السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عبير عامر. النهاردة هنعمل فيديو مختلف ما عملتوش في القناة بتاعتي قبل كده، اللي هو تنظيف النيش. أنا جبت من حوالي سنة إلا نيش جديد، يعني أوضة سفرة جديدة عموما، يعني فاخترتها تكون إيه سيمبل وبسيطة، وزي ما انتم شايفين النيش كده بسيط والبيبان بتاعته جرارة. فكان عندي واحد ضخم قبل كده، هو اتصرفت فيه وجبت بقى ايه اوضه السفره سيمبل وبسيطه. فالنيش ده من ساعه ما جبته كنت بلمعه من بره من الخشب بملمع الاخشاب، لكن من جوه بصراحه ما كنتش بنضفه ولا بلمعه، فاتملى اطراف قلت انضفه معاكم. فعشان خاطر بس النيش بتاعي كله ازاز كله مرايه، فانا هنزل الحاجات اللي فيه دور دور وانضفهم وهنضفهم معاكم، الحاجات اللي هو اللي هي جواه الكوبايات والاطباق وكده، لكن رفوف النيش نفسها هنضفها وارجع لكم عشان بس ما بانش في المرايه. يعني خليكم معايا. وكل اللي هنحتاجوه في التنظيف للنيش اللي هو الكفين الحلوين دول، بصراحه جمال جدا، جايبه واحد عشان امسح بيه التراب الاول، والتاني هرش ملمع الزجاج ده من كلين من ماي واي حلو قوي، واروح ايه مسحه بالكف النظيف دوت جوانتين دوت النظيف، وكلين دوت برده من ماي واي ده للخشب لما بيه النيش من بره. ودلوقتي بقى هلمع مع بعض الدور الاولاني انا نزلته من النيش، عباره عن كاسات وفناجين وكوبايات، فهلمع ايه واحطهم على جنب مجرد كده اهوت، هلمعهم مش هغسلهم زي ما قلت، لمع الكاسات كده هو من التراب او اي حاجه فيها عشان خاطر ايه لما اجي استخدمهم اخدهم في المطبخ اغسلهم بالليفه والمسحوق المواعين وخلاص، ما فيش داعي دلوقتي اغسلهم واحطهم اركنهم في النيش، لكن المحهم كده اهوت بالقماشه نظيفه، قماشه جايباها نظيف لسه اول مره استخدمها، يعني الفوطه ديت عشان امسح بها الكاسات والكوبايات، وهرصهم بعد كده طبعا لما اجي لما امسحهم هرصهم عشان انا مسحت خلاص الدور الاولاني، هرصهم وبعد كده انزل الدور الثاني وهكذا لغايه ما اخلص، وانتوا هتبقوا معايا ان شاء الله. كده خلصت الكوبايات، المرج بقى ده عايزاكم بقى الغرض من الفيديو ده ايه؟ ان انتوا تتشجعوا وتقوموا تنضفوا النيش بتاعكم او تنضفوا اي حاجه في البيت مكسلين تنضفوها تنضفوها. نكمل بقى مسح برده باقي الكوبايات، كل ده لسه في الرف الاولاني. فوط الفايبر دي حلوه برضو، التلميع والمسح. هرص دول بقى في الرف الاولاني وارجع لكم. دلوقتي انا رصيت الرف الاولاني ونزلت الرف الثاني ولمعته، وهلمع بقى الحاجات اللي فيه اللي كانت موجوده فيه. الطقم بتاعي الميلامين، طقم السني بتاعي كله اتكسر طبعا، فجبت بقى ايه طقم الميلامين، بصراحه حلو شكله جميل وعملي اكتر على مدار سنوات الجواز بتاعتي. الطقم السني ايه بقى طبق ورا طبق ورا طبق لغايه ما انتهى خالص. بلمع كده اهو كل الحاجات دي، السيرفيزات وكل الحاجات دي.
شايفين التراب، التراب عامل ازاي عشان تعرفوا التراب. ثواني ثواني، دي نضيفه يعني عشان بستخدمها كتير قوي، يجوا الضيوف او يحطوا لينا فيها يعني الشاي، القهوه، اي حاجه عصير عليها يعني، فايه نضيفه مش متوسخه يعني. فهلمعهم وارجع لكم. دلوقتي انا رصيت كل حاجه في النيش، هلمع بقى من فوق اللي هي بالخشب بقى، انا معنيش من فوق الهوت بسرعه كده اهوت. هلمع النيش وارجع لكم تاني. ودلوقتي خلاص لمحت الخشب من بره اهو بمربع الاخشاب اللي كنت جايباه من ماي واي، ورصيت الحاجه في النيش اخيرا الحمد لله اهيت. ولمحت الازاز اللي بره برده بملمع الزجاج، وكل حاجه بقت الحمد لله كويسه ونضيفه. ما تنسنيش بقى في السبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس، وتنسوش اللايك، ومتنسونيش برضو من كومنت حلو زيكم كده تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، ويلا تشجعوا وقوموا نظفوا بقى. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات عبير عامر.